على بركة الله مشاهدينا الكرام، متابعينا الأعزاء، هكذا تعلن انطلاقة شوطنا الثالث الذي خصص للسودانيين، وشوطنا الثامن في مجموع أشواطنا، الثامن عشر في مجموع أشواطنا في هذا اليوم، حيث أن أيضا خصصت ثلاثة أشواط للسودانيين. نسير مع المقدمة والبداية مقامر لطلحة محمد البشير على مقدمة الشوط وعلى المركز الأول، مسيطر بهذا الاندفاع، بينما المركز الثاني ثاني المراكز يتواجد اللي هو باركلين لعلي طه، ايضا بصريره على المركز الثاني. شوف الوصول والتقدم ايضا من اللي على المركز الثالث، الوصول من قبل المدير الصديق طلحه، كلها طلحه هناك على المركز الثالث. وصلت درويشي، وصلت مزعجة لحسن أحمد الصديق على المركز الثاني، واصلة بقوة رافعة راية التهديد، مزعجة على المركز الأول وعلى البداية. النقطة الثانية على التوالي. شوف المركز الثاني، صديق طلحة أيضا على المركز الثاني مع برق الصديق طلحة، ولكن خلاص المركز الأول. شوف الدرويشي أيضا واصل بويضا نوعية على المركز الثاني، بدأ يسيطر الدرويشي على المركزين. أحمد الصديق الدرويشي يسيطر على المركزين. عاد أبو علي لأيامه، عاد الدرويشي أيضا على أيامه يسيطر بالأشواط، سيطر على المركز الأول وسيطر على شوط البكار المركز الأول والثاني. تهانينا لأحمد الصديق الدرويشي على فوز مزعجة بالمركز الأول. المركز الثاني أيضا تتواجد فيه لعلي بن أحمد الدرويشي، تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار. التوقيت 2:13.